محمد وآله وصحبه والمقتدي. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سالوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام إنما كنتم في الوطن وخارج الوطن، سعيد بتواجدي ضمن فريق هلا سالوا لهذا اليوم المبارك، كما نسعد أيضا بالترحيب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الشيخ. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. كما نسعد أيضا مشاهدين الكرام باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر بعد موضوع هذا اليوم إن شاء الله. أشرف ما تقضى فيه الأعمار وتبذل فيه الأموال والجهود والأوقات طلب العلم، وأول رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فضل العلم وأهميته مع فضيلة الشيخ محمد الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. لكم الفضل. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ، هذه أول كلمة على الإطلاق تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول كلمة من القرآن الكريم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما نقول بأن القرآن الكريم كلام الله، عندما نقول بأنه كلام الله، فلا شك أننا نتعامل مع أعظم كلام في هذا الوجود، لأنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم به من كلام. والله تعالى كلامه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالقرآن الكريم هو جزء من كلام الله، وهذا الجزء في غاية الأهمية، لأن القرآن الكريم كتاب هداية، وكل كلمة فيه لها دلالة، كل كلمة في موضعها، وكل كلمة لها دلالة معينة. أن يكون أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ فيها إشارة عظيمة إلى أهمية القراءة، وأن كل شيء لابد أن ينطلق من القراءة أولا، ولابد أن تكون هذه القراءة بسم الله، أن تكون بسم الله. فثمة من يقرأ في هذا الكون ولكن لا يقرأ بسم الله، وعندما يتعلم إما أن يكون العلم هاديا له إلى الطريق المستقيم، وإما أن يكون العلم هاديا له إلى تدمير البشر، هذه حقيقة من الحقائق. ولا يبالي بعد ذلك، لا يبالي أن يصنع قنبلة ثم ترمى على بلد بأكمله وتحطمه عن آخره، ولا تزال الآثار باقية إلى يومنا هذا، لا يهم. لذلك قال الله تعالى اقرأ، هذه أولا. ثانيا اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. فالعلم لا بد أن يكون مصانا، ولا بد أن يكون محاطا باسم الله. والذي يتعلم العلم
لله سبحانه وتعالى سيعرف الطريق المستقيم، سيعرف الطريق القويم، طريق القويم. العلم في أصله، العلم في أصله هاد إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من عالم من علماء الكون اليوم إنما اهتدوا إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق العلم، لأنهم يعلمون في الأخير بعد أن يعملوا عقولهم ويعملوا أفكارهم، يعلمون بأن هذا الشيء يستحيل أن يولد صدفة، يستحيل أن يكون وليد صدفة عمياء، إنما هي من مدبر حكيم هو الله سبحانه وتعالى. الآيات والأحاديث التي الأحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأقوال التابعين وأقوال العلماء في فضل العلم أعظم من أن تعد وأكبر من أن تعد وتحصى. آيات في القرآن الكريم كلها تدل على العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم أدركوا الحقائق، أدركوا الأسرار، فهم يتعبدون الله تعالى عن علم وليس عن جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يمجد العلم ويدعونا إليه. وفي باب الترمذي في كتاب الترمذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. لكن وش حب يقول الخير؟ لما نروح نشوف الترمذي تفسير منه باب العلم، ويجيب الحديث بمعنى أن العلم هو خير، هو الخير. نعم. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. فالعلم خير، والخير الحقيقي إنما هو العلم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد وجد في سنن ابن ماجه ووجد حلقتين، حلقة تدعو الله سبحانه وتعالى وحلقة تتعلم. نعم. تتعلم. فجلس مع التي فقال هذه كل خير ولكن هذه أفضل. لماذا؟ لأنها تعلم الناس. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: مجلس فقه خير من عبادة سنة. مجلس فقه، تجلس جلسة واحدة تتعلم فيها دينك، تتعلم فيها دينك. وطبعا عندما نتكلم عن العلم في شريعتنا، شريعتنا ليست شريعة آخرة فقط، إنما هي شريعة آخرة ودنيا، شريعة آخرة ودنيا. وإن الله تعالى أمر العباد أن يعمروا الدنيا، أن يعمروا الدنيا كما يعمرون الآخرة، ولا ينسوا هذه الدنيا. والدنيا إنما تعمر بالعلم. ولذلك كان العلم الكوني وعلم الحياة من مختلف، دون أن نسمي، من مختلف التخصصات التي يحتاج إليها الناس في حياتهم وتقيم حياتهم في هذه الدنيا، هي جزء من العلم الشرعي الذي أراده الله تعالى. صحيح في المرتبة الأولى العلم الذي يعرفك بالله سبحانه وتعالى ويقيم لك عبادتك، لكن هذه كما يقولون علوم آلة، علوم آلة، أي يحتاجها الإنسان كما يحتاج إلى العربية ليتعلم دينه، كما يحتاج إلى النحو ليتعلم دينه ليفهم كلام الله، كما يحتاج إلى البلاغة ليفهم كلام الله ومراد الشارع من خلال استعمال الألفاظ على حسب تراكيب العرب لأنه قرآن عربي. كذلك من هذه الآلة علوم الحياة التي تقيم لنا حياتنا الدنيا. جزاك الله خير، ربي يوفقك إن شاء الله ويوفق جميع
أبنائنا وبناتنا إن شاء الله في حياتنا المناسبة. يعني نعم اليوم دخول حقيقة المدرسي. نسيت بس نقول لأنه نعم ربي يوفق أبنائنا، ندعوهم إلى أن يجتهدوا إن شاء الله. يجتهدوا وربي يوفقهم. آمين. ويوفق الأباء والأمهات. آمين يا رب. آمين. يوفق الجميع إن شاء الله، وأيضا يوفق الأساتذة والأساتذة أيضا. نعم. مهمة شاقة والله، مهمة نعم شاقة عند الأساتذة. إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتهم إن شاء الله، ويكون هذا إن شاء الله باب الجنة إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نشرع بحول الله تعالى مشاهدين الكرام في استقبال اتصالاتكم. الزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات، والشيخ محمد الشيخ لإجابة عنها بإذنه تعالى. نستقبل أول مكالمة تركية من تيارت. السلام عليكم سيدة تركيا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. مرحبا. عندي زوجي مات، راه عنده مدة 15 يوم. الله يرحمه ويسعده، يعظم الله أجركم. ما تلبسيش اللبسة لقمامته حتى اليدين، وما تمشيش بالحساء، وما في صباط، وديري تعشق. سيدة تركيا. في الليل. سيدة تركيا. وقالوا لي ما تخرجي تخرجي سيدة تركيا. قالوا لي قدام العصر دخلي للدار. سيدة تركيا. هذه الأسئلة اللي نطرح فيه. معليش سيدة تركيا. نعم. وش راهم يقولوا لك؟ شكون هو يقول لك هذا الكلام؟ قول له عبدي بن مسعود. في الموت يحكوا لي نساء البنت عباية حمراء، قالوا لي نحيها. في العدة. ياش عباية حمراء. نحيتها. ايه. ورجعت حتى كي بعث الإمام قال لي فيها. خلاص حسيتهم جنوني في راسي. انت راكي في العده. راني في العده عندي 15 يوم. عندك 15 يوم. اي عندي 15 يوم. وانت راكي تخرجي وتدخلي ولا لا؟ لو راكي قاعده في الدار. للجامع نقرا ونجي للدار. واش قالوا لك الناس؟ ورحت نقرا في الجامع ونجي للدار. واش قالوا لك؟ رحت للجامع قريت وجيت. واش قالوا لك الناس؟ ما هذاش معايا، قالوا لي ندير ليه بعد اللي قالوا لي في الجامع. واش قالوا لك؟ قريت عند المعلمه وجيت. لا لا، شكون اللي يشوش لك في راسك؟ النهار اللي جاو الناس الموت، وقاش اللي جا الموت. ايه. اي عادوا يقولوا لي كيما هذا، يودينا سمعنا في القناه تاع القران، حافظه كاع واش كاين في حافظه كاع واش كاين في العده واش تحكوا لي، وهم قالوا لي لا لا، هم ماشي يصنتوا، كانوا يصنتوا يتبعوا ويفهموا. نعم. من بيعكم القناة القرآن نقول لهم كاع واش راكم قلتوا لي. وانت يا دوكا راكي تروحي للجامع؟ راني في العدة. وراكي تروحي للجامع ولا ما راكيش تروحي؟ دار اليوم رحت، اليوم بني قال لي روحي راكي على نفسك ما تبقايش تقلقي قال لي ما تعريش راسك، قال لي ما شتي راسك في الليل، قالوا لي ايه تلاقي وجهك تقلقوني بالزير. نعم. معليش يجاوبهم ينصحهم الشيخ ان شاء الله. صحني وصحهم ان شاء الله. بارك الله فيك وربي يرحم الزوج ويطول في عمرك وربي يصبرك ان شاء الله. ان شاء الله تعزين العائله الكريمه. ربي يحفظك. مع السلامه سيده تركيا. كان اتصال اخويا الامين. طيب شيخنا، هناك سؤال عالق الحصه الماضيه. سيده امينه من باتنا. طيب حلال من تيفازا شيخنا، معليش. حلال من تيفازا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وشعكم الشيخ مليح؟ الحمد لله، ربي يحفظك يبارك فيك. تفضلي. شوف الشيخ، حبيت لو كان شغل ترشدوني، شغل راني نحس روحي موضرة كاع. خير إن شاء الله. شوف في الهاتف كي شغل بزاف فيديوهات يقولوا لك شغل أدعية، أفضل دعاء أفضل دعاء أفضل دعاء، وما نحس روحي كتم. نعم. نحس روحي كي شغل ماني مشتك. راكي تحوسي على افضل الدعاء. صح. نعم. تقولي شوفي ينفعني في الدنيا وفي الاخره. ان شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. الله يدعي لنا الشيخ. ان شاء الله، الله يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله، صح. سميره من ام البواقي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي سيده سميره، مرحبا. تفضلي سيده سميره، مرحبا. خويا انا معاك، خويا بغيت نسقسيك برك. نعم تفضلي، مرحبا. سؤالك. سؤال تاعي عندي الام تاعي عندها سكنه وبغات تمدها لخويا الكبير، حبيت نفهم اسكو حنا نسالو فيها ولا لا؟ لا هي حبت دير له هبه. ها حبات تمدها له وتكتبها له على اسمه. وهي مدت لكم حاجه ولا ما مدت لكم والو؟ والو. وعلاش حبت تمدها له؟ والله هكاك بركات كحنا البنات كل وحده في دارها نسالو السكنه هذه ولا لا؟ لا
وعنده إخوة ذكور واحد أخرين ولا ما عندوش؟ هو ما في زوج خاوتي، حابه تقسمها على خاوتي. شنو قالت لي انتما باللي ما تسالوش مادام راكم ما في دياركم؟ نعم، هذا هو سؤالك. مفهوم السؤال خويا؟ مفهوم شيخنا. نعم مفهوم. واضح اختي، واضح سيدة سمير. امين، ربي يصلح الحال والاحوال ان شاء الله. عبد الهادي من الجلفة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي عبد الهادي. عندي سؤال الشيخ يحب. أو يسمع فيك الشيخ، مرحبا. السؤال الأول الشيخ، كان الإنسان يعود حسن الظن في الله فيعود عامل؟ والسؤال الثاني سي عبد الهادي. التوحيد فيعود الصحيح فيهم، يعني ترى في القول والعمل ولو شهد. عبد الهادي، عبد الهادي. سؤالك الاول وشنو هو سوء الظن؟ لا لا، حسن الظن، حسن الظن في الله كيف يعود؟ حسن الظن كيف يكون؟ ايه ساعات. والسؤال الثاني الشيخ نعم، العقيده الصحيحه والتوحيد كيف بهم في القول والعمل ولو شنو؟ بالقول والعمل. ايه قول وعمل ولا كفاه بالانسان عقيدته صحيحه. وبارك الله فيك شيخ. ربي يحفظك ويبارك فيك. الله يثبتنا ان شاء الله سي عبد الهادي. مع السلامه في حفظ الله. كان اتصال زملائي الكرام. نذكركم دائما مشاهدينا الكرام بارقام الهاتف التي تظهر اسفل الشاشه. ساره من باتنا، السلام عليكم. الو. تفضلي سيده ساره. يزيد فضلك. قلت لك انا عندي واحد القضيه، عندي 13 سنه مي سرقوني، سرقتني بنت سلفي، وعندي لا بروف. دات لي كل حوايجي ذهبي داتهولي. نعم. وكي قلت الراجل، قلت الراجل نشكي، قال لي ما تشكيش يا بنت خوه. قال لي ما تشكيش. نعم. واش الفتوى في هذا الامر؟ وحوايجي عندي 13 سنه ملي راحوا ما خلاونيش حتى حاجه، حوايج اللي جبت من دارنا واللي دارهم لي راجلي. نعم، وانت واش سؤالك هنا؟ سؤال يعني لا يسمى، لا نقدر نشكي نجيب حقي ولا فات الامر خلاص. واضح شيخ؟ نعم. يوضح لك الشيخ. كل فتوى برك لاني مظلومه اسكر، ومازال قضيه واحده اخرى. عندي العجوز ام راجلي حبست حكمه الفراش بعيد الشرع عليكم اكثر. نعم. من عام. صار من عام. نعم. عندي نحكمها، حكمتها في رمضان اللي فات على وجه الله. دوك فات رمضان وعندها فرد طفله، عندها فرد طفله، هي عيات وانا عييت، وعندي مرض سلفي وما تجيش خلاص. انا بغاو يحكموها عليا وانا راني غلبانه ومريضه، عندي فقر الدم ما قدرتش. هذه ام الزوج. هذه ام الزوج تاعي. ربي يشافيها ان شاء الله. امين، ربي يشفي مرضى المسلمين جميعا. واضح. ايه خلاص سؤال. ربي يهنيكم. ربي يحفظك. ام الزوج راهي ساكنه عندك؟ صح. السيده ساره. نعم. ام الزوج ساكنه عندك ولا لا؟ ام الزوج راهي ساكنه لتحت، انا ساكنه لفوق. وهذه عندها ولادها رجاله، عندها ولادها، عندها مرت وليدها تسكن غير قريب، ووليدها في الطوموبيل قريبه هنا برك. وهذه دارها ولا دار الزوج نتاعك؟ هذه دار الشيخ والعجوز. واضح. بارك الله فيكم. مع السلامة سيدة سارة. ربي يشافيك وربي يقدرك إن شاء الله. آخر اتصال. إبراهيم من قسنطينة، السلام عليكم سيد إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، مرحبا. الشيخ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سؤال ثاني. السؤال الأول. ما مرات توفات. الله يرحمها. خلات ثلاثة أخوة. رجال. نعم. وخلات ثلاثة أخوان. ثلاث أخوات. ثلاث بنات. ثلاث بنات. نعم. وخلات ثمن بنات. ثمن بنات. إيه وخلات تاركة هكا، كيف تتقسم؟ هذه الزوجة نتاعك؟ لا لا. وتركت زوج ولا ما تركت زوج؟ لا ما تركتش. ما عندهاش زوج. ما عندهاش. وما عندهاش. توفى قبل. عندها غير البنات. عندها غير البنات. نعم الله يرحمها ويوسع عليها. شكرا، مع السلامه. شكرا. طيب كان اتصال ولا نجيب؟ شكرا.
نشرع بحول الله تعالى مشاهدينا الكرام في الإجابة عن أسئلة المتصلين ومشاهدين لهذا اليوم المبارك مع فضيلة الشيخ محمد الشيخ. ربي يقدرك وربي يوفقك إن شاء الله. سيدة أمينة أنباتنا شيخنا اتصلت في الحصة الماضية تقول أختها تزوجت بإنسان لا ينفق عليها ومرضت، يعني مرض شديد واشتد عليها المرض، فذهبت إلى بيت أهلها هم من قاموا يعني بالذهاب بها إلى الطبيب وشراء الأدوية، وأمرها الطبيب هنا في هذه المرة بالراحة لمدة شهرين، إلا أن الزوج لا يسأل عنها لمدة فاقت 6 شهور. اتصلوا عليه عدة مرات يعني بإرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية، لكن في كل مرة يتحجج ويقول لهم زوجتوني بامرأة مريضة وأختي الآن معلقة في هذه الحالة، ماذا نفعل؟ لأنها تمر يعني بظروف نفسية وما هيش عارفة وش تدير، هل تقعد يعني مع الزوج ولا لا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وش نقول لها، لأنه في مثل هذه الحالات أستاذ عبد المنعم النصيحة لا يمكن أن تتجه إلى شخص واحد، تتجه إلى شخصين، وهي ضحية الزوج مقصر في حقوقه، مقصر في حقوقه من جميع الأوجه. جميع الأوجه. الآن ربي سبحانه وتعالى قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، واحدة من السنين، ولا تذروها كالمعلقة، يعني بمعنى لا هي متزوجة لا حقوق الزوجة ولا هي مطلقة يائس، خلاص يأست من الزواج. ربي قال ولا تذروها كالمعلقة، وربي قال أيضا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وربي قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مش حب يقول هو حب يطلقها بالصح، ما يقولهاش راكي طالق باش ما يخسرش، تروح هي تطلب تطليق ولا تدير الخلع باش تخسر كلش، وهو اللي راه ظلم. هذا ظلم يعني، ربي بصريح عبارات القرآن الكريم. لكن الآن في مثل هذه الحالة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، واحد منه واحد منها، يجتمعوا ويناقشوا الأمور، هذا هو الحل. لا يوجد حل أسلم من هذا أستاذ البغدادي. يعني داروا هذا الباب شيخنا، إذا ما كانش ما نفعتش كل حاجة، الطلاق أيضا مشروع، ورغم هذا أنه متزوج مرتين من قبل، يعني في كل مرة يدير هذا المشكل. ولذلك من الصعب أن ننصح هذه المرأة النصيحة إليها وحدها، لأننا سنظلمها. نقولها صبري، نقولها روحي طلبي الطلاق، كلا الأمرين ما نقدروش نعطوه لها، سيما إذا كان الرجل إذا كان مزواجا مطلاقا كما يقولون، يتزوج ويطلق وكل واحدة ما تعجبوش، كل واحدة فيها عيب وخلل ولا عيوب، وبالتالي نقول له اتق الله كما تدين تدان، وكما تدير في بنة الناس يديروا فيك. هذه قاعدة ربانية. ربي يهديه آمين. الله المستعان. سيدة تركية من تلمسان تقول أنا في العدة ومنذ 15 يوم، يعني توفي الزوج انتحى الله يرحمه ويسع عليه. تقول أنا أعرف يعني أمور العدة، لكن البعض يعني جاهل في العزاء وقالها لازم تلبسي الأسود وما تنحيش، يعني أخبروها يعني بعدة، تقول لك ما يعني ما سمعتهاش من عند مشايخنا في قناة القرآن. تقول لك نصيحة لهؤلاء عندما يعني يزورون يعني ولا يروحوا يعظموا الأجر، يعني ما يكثروش يعني حاجات لا يعرفونها ويبدأ يمليوها على بيت على يعني أهل المتوفي ولا اللي في العدة. لا، هو العدة ما جعلت لتسجن المرأة، العدة فيها أحكام، هذه الأحكام أن تراعي المرأة حق الزوج الميت. أولا ندعو له بالرحمة، الله رحمه تجديدة يعني 15 يوم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله يا رب إن شاء الله، اللهم اغفر له وارحمه.
الآن في مثل هذه الحالة العدة وشن هي؟ العدة أول حاجة ألا تتزوج المرأة أثناء العدة. طبعا في المجتمع تاعنا يتعجب ويقول لك كيفاش تتزوج. طبعا الزواج المقصود به الخطبة ولا العقد ولا نعم. كل الرؤية الشرعية. أي نعم. مكانش الناس تستعجب وتقول لك كيفاش ما تكونش. طبعا ما نقيسوش الأمر على مجتمعتنا، على مجتمعنا. في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال إلى بعض المجتمعات اليوم في المحيطة حوالينا أن المرأة المطلقة مطلوبة، ولذلك القرآن الكريم نهى الناس عن أن يتعجلوا في خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تواعدها سرا بعد العدة راني نجي نخطبك. لا، فما نقيسوش قلت على مجتمعنا، لكن احنا هذا حكم فقهي نقولوه، وبالتالي معناتها أثناء العدة ما كانش حديث عن الزواج، هذه واحدة. اثنين، ما كانش تزين، استعمال العطر، تطيب، كل أنواع الطيب، كانش أنواع الطيب، ما كانش لباس الزينة، كانش لباس الزينة. لباس الزينة هو اللباس اللي تلبسه المرأة كي تروح في الفرح، أما لباسها اللي ما عنده لا لون لا أسود ولا غيره، لباس أي لباس زينة ولو كان أبيض ممنوع، واللباس العادي اللي تموالف تلبسه في دارها تلبسه في دارها عادي. نعم، مش ولو لازم كان أسود. لا 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 ولا تقعد يعني بالخيمة. لا 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 لا، تكمل حياتها عادي. ما كانش هذا. وكاين حاجة مهمة أيضا، ألا تبيت إلا ببيت زوجها. مش معنت هذا؟ معنتها المبيت فقط، بمعنى أنها هل يمكن لها أن تخرج نهارا وتعاود ترجع لقضاء حاجتها، حاجة من الحاجات كما قالت نروح نقرأ ونعود نرجع، فهو جائز. تروح للجامع تحفظ القرآن، لا حرج. إنما لا تبيت إلا في بيت زوجها. نعم، هذا هو. أما أنها قال تمشي بالحفاة، قال ما تدوش، قال هذا الأمور قاع ما كاش منها، هذه حياتها عادي. ما نشوفوهاش تدير الزينة، ما نشوفوهاش تطيب، هذا هو، ونشوفوها تبت في دارها، هذا هو المطلوب. نعم، بارك الله فيك وجزاك خير. سيدة حلا من تفازة تقول أنا تصفح مواقع التواصل الاجتماعي فأجد أفضل دعاء في الدنيا، هذا هو أفضل دعاء يعني لتفريج الهم، هذا هو يعني عدة أدعية، فتقول أنا الآن في حيرة من أمري لا أعلم ما هو أفضل دعاء. بارك الله فيكم. أفضل دعاء، الأدعية لها مواطن كثيرة، كل موطن عنده دعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد السيدة عائشة رضي الله عنها كما ورد في مسند الإمام أحمد. السيدة عائشة عندما أطالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليك يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء، فقالها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك الخير كله عاجله وآجله، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك
الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. تشمل كل تشمل كل شامل. وأسألك مما سألك منه نبيك محمد. يا ربي راني نسألك وسألك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بما سأل ربه، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بذلك. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. سميرة من أم البواقي تقول: الأم لديها مسكن ونحن إخوة وأخوات، لكن الأم ستتنازل عن هذا المنزل لاثنين من الإخوة، وقالت أنتم الإناث راكم متزوجين وراكم في ديوركم، فهل هذا الفعل اللي راح تديره الأم نتاعي صحيح؟ لا، غير صحيح. سلوك غير صحيح من الأم، سلوك غير صحيح، غير صحيح من الأم. والأم أولا هذا المسكن تعمل، هذا هو السؤال، إما أن نتحى ولا تعال المرحوم باباهم زوجها. نعم. إذا كان تاع زوجها فهو ورث، يدوا حقهم يقسموه حقهم شرعي ثابت. وإما أن السكن نتاعها هي، ففي كل الحالات الآباء مطالبون بالعدل بين الأبناء، فأنت مطالبة أن تعدلي بين أبنائك، والبنات جزء من أبنائك، ما تعطيش غير الذكور وتخلي الإناث، مش غير الذكور والإناث، راهي في دارها. إيه طبعا في دارها، ومن بعد وفي دارها ما طلهاش ربي الحق، للذكر مثل حظ الأنثيين، هو ربي أعطاها حق وهي في بيت زوجها. وبالتالي المقولة أنه عندها راكي في دار زوجك، هذه مقولة غلطة. والبنت كالولد طبعا، يعني إنسان يقدر يفضل لظروف، مثلا هذا عنده عاهة، هذا مشي خدام، ولكن أنه أنتم راكم في دياركم هذا مش عذر. وبالتالي ذكر الأم تاعك وقلها بأن القسمة للأبناء ينبغي أن يشملها العدل والإنصاف. نعم، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. سيد عبد الهادي من جلفة يقول: كيف يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ أنا عند حسن ظني عبدي ما ظن بي خيرا، بمعنى أنه يظن بالله تعالى الخير. وش معنى يظن بالله الخير؟ يظن بالله أنه عادل، يظن بالله أنه عندما أعطاه هذه المصيبة فلأمر لا يعلمه يعلم بأن أمر الله كله حسن وخير، أدركه أو جاهله، يقدر يكون عارف ويقدر يكون جاهل، فهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن مجريات الأمور في الحياة الدنيا التي تصيبه فليؤمن أنها خير كله، علمه أو لم يعلمه. هذا هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أنه يعتقد بأنه إن تاب فإن الله يتوب عليه، إن استغفر الله فإن الله يغفر له. هذا هو حسن الظن بالله. نعم، الله يجزيك خير. يسأل عن العقيدة الصحيحة، كيف تكون، بالقول أو العمل؟ العقيدة الصحيحة هي أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى كما أمر، أو كما أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم، وما قاله الله تعالى عن نفسه في القرآن الكريم، يقول آمنت به، ويؤمن به كما هو، يؤمن به كما هو، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويصف الله سبحانه وتعالى بما وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصف الله بأوصافه التي وصفه بها، فهو الرزاق، فهو القادر، وهو الحليم، وهو الغفور، وهو الغفار، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، المحيي، المميت، الجبار، العدل، المنتقم، المتكبر،
سبحانه وتعالى كل هذا خليك قال الآن الإنسان العقيدة جزء منها نظري يؤمن به وجزء منها في العمل، لأن العقيدة قول وعمل، قول وعمل يتبع هذه النظرية، هذه الأفكار يتبعها عملا ويحسن عمله ويضبط عمله وفق ما أراده الله، ما أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السيدة سارة من باتنا تقول منذ 13 سنة أحد القريبات سرقتني، ويعني قلت للزوج نتاعي وعندي أدلة وعندي براهين، كي قلت للزوج نتاعي يعني ولا نقدر نشكي بها وهذا، فالزوج امتنع عن هذه الشكوى، قالها ما تشكيش، فإلى يومنا هذا أنا مظلومة، فنقدر نشكي والزوج يعني ونخالف رأي الزوج؟ والله الشكوى حق، حق، إذا إنسان أراد أن يشكو هذا من حقه، هذا من حقه، لكن إذا كانت هذه الشكوى تؤدي إلى مفسدة وحدة، وإذا كانت هذه الشكوى مما يرفضه الزوج، طاعة الزوج من أمور الشرع، وطاعة الزوج ليست في الصلاة والصيام والزكاة والفرائض والابتعاد عن النواهي، فتلك طاعة لله سبحانه وتعالى، إنما الطاعة فيما دون ذلك، فيما في غير هذا. ولذلك أنا نقول احتسب الأمر عند الله سيدتي، ما دام زوجك يرفض هذا احتسب الأمر عند الله، والله تعالى لا يضيع عنده شيء أبدا، ثقي بأنه اللي دالك كما يقولوا في الدرجة تاعنا اللي دالك خبالك، هذه هي. الله المستعان. تقول هل أنا ملزمة هل أنا ملزمة بالاعتناء بأم الزوج؟ سؤال غير صحيح، سؤال غير صحيح. هي ولا أنا شيء؟ هي ولا أنا؟ لا هي. طيب نقول لك على سيدتي واسمها سارة. سارة. سارة سؤال غير صحيح هذا كلام. الحياة ما هيش قائمة على أنه واجب ما هوش واجب، ندير ولا ما نديرش، الشرع يأمرني ولا ما يأمرنيش. خطر لو كان أنت تسأليني وتقولي لي الشرع واجب عليا نقوم بما ولا ما يلزم ما هوش واجب عليا، أنا نوصي الزوج نتاعك يجي يسألني أيضا، يسألني ويقول لي الدواء المرأة نتاعي واجب عليا نداويها ولا ما هوش واجب، نروح لكتب الفقه القديمة نقول له راهم يقولوا باللي ماشي واجب، وتفرى المشكلة هكذا، ماهوش واجب هنا وماهوش واجب هنا، والحياة تضيع. وبالتالي نكونوا واعيين، وثمة أمور ماهوش شرط حتى يقول إن الشرع ديروها باش نديروها، كاين مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق أن الإحسان، نقول ليست واجب، نعم ليست واجب، لكن هذا ماهوش مدعاة إلى أنه الشرع ماهوش واجب عليا أنا ما نديرش، هذا كلام خطير في المجتمع، لأنه يصنع العداوات، نعم، ويجلب الشقاق، نعم، يجلب الشقاق، ومن بعد أنت يحكمك في جهة واحدة أخرى يقول لك هذا ماهوش واجب عليا نديك هنا، لا ماهوش واجب عليا، صار الفتنة شيخ. أنا فين ماهوش واجب عليا ننفق عليك في العلاج على سبيل المثال، ماهوش واجب عليا. الرجل كان يسقسينا فاني نقول له باللي ماهوش واجب عليك تنفق على المرأة في العلاج، ولو قال الفقهاء القدامى نقول له لا هذا كلام قدامى في وقتهم في البيئة المحيطة بهم، ولكن احنا الآن نفهم اليوم بأنه هو رعاية المرأة، وجزء من رعاية المرأة العلاج، نعم، وجزء من رعاية الرجل النظر إلى أمه إذا كانت محتاجة، بالمعروف طبعا، ماشي مبالغة، ما هوش استفزاز وما هوش ابتزاز وما هوش كما قال يتجاوز الحدود، حدود الخدمة، ولكن
سيدتي سارة، الحياة ما تقومش على واجب ولا موش واجب، كاين أمور اللي نقوم بها ماش واجب ولكننا نقوم بها تكرما، وهذا من باب التكرم الذي أنصحك به. الله يوفق الجميع. نستقبل مكالمة السيد كمال من العاصمة. السلام عليكم. لا بس الحمد لله، ربي يحفظك يا كمال. بارك الله فيكم على الحصة. أنا كل حال يبارك فيك، طول في عمرك. الله يسلمك. عندي واحد سؤال برك، أنا عندي مشكل بين الزوجة والأم. بين الزوجة والأم؟ نعم. أنا ما بأمي تما، وراني مخير تما، باش أسكن نطلق الزوجة ولا نرضي، ولا نرضي ثم نطلق الزوجة ونرضي الأم ديالي، ولا نخرج باش نسكن وحدي والأم تاعي تدعي عليا بدعوة الشر وتقول لي مانيش راضي عليك. الله يحفظها ويحفظك ان شاء الله. باسكو صرا مشكل بين الزوجة والأم، هي الأم تقول باللي شتمتني والزوجة تحلف على المصحف وتقول ما شتمتهاش، ثم شغل راني بين نارين، ما راني سواء نخلي الزوجة ولا نطلقها. فهمتي؟ سواء نرضي الأم. نعم. عندكم دراري؟ لا ما عندناش، ثم ما عنديش أنا. ديجا طلقت ديجا من قبل، وعندي طفل عند الزوجة الأولى اللي طلقتها. نعم. ودوكات ما زوج جديد. أمين. ربي يهنيكم إن شاء الله. أمين على الله إن شاء الله. هذا هو سؤالي، وبارك الله فيكم. الله يحفظك. ربي يهنيك. إن شاء الله. ربي يهنيك وربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا سيد كمال. عبد الرحمن من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد المنعم، وشراكم؟ لباس؟ لباس، ربي يحفظك أخويا كمال عبد الرحمن. تحياتنا لك ولفضيلة الشيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يرضى عليك. كان عندي سؤال باش نطرحه للخطرة الفارطة وما شديتكمش نهار ثلاثة، فالحمد لله راني حكمتكم اليوم. طيب تفضل خويا عبد الرحمن. عندي سؤال. دونك فوالا، الوالد رحمة الله عليه شرى واحد المنزل. طيب أخويا عبد الرحمن. نعم. أنت طرحت هذا السؤال من قبل، الآن الشيخ يجاوبك على المباشر باش ممكن تكون هناك معطيات يسألك فيها وتجاوبه أنت. نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا عبد الرحمن. بك وأهلا. الله يرضى عليك فضيلة الشيخ. أن الوالد رحمة الله عليه شرى منزل وكتبوا اسم الوالدة رحمة الله عليها هي ثاني. نعم. وراء وفاة الوالدة درنا الفريضة، جات خرجت معنا الجدة. نعم. نعم. دونك الوالد واش دار؟ الوالد حكم مبلغ من المال وبعثوا للجدة على أساس باش نبقاو غير حنا، غير أنا الولد والبنات، ويبقى معنا الوالد كما يقولوا. نعم. نعم. وعلى اساس باش الجده دير لنا ورقه تاع تنازل باللي فوالا حكمت الدراهم تاعها، دونك هي حكمت المبلغ هذاك عاودت عطاته للبنات. نعم. نعم. عطاته للبنات لهنا ورا وفاه الوالد الله يرحمه. سالي جاتني وحده من الاخوات قالت لي ولدي على اساس باش نبيعوا المنزل. نعم. إيه قلت لها ما كانش مشكل. قلت لها باك الجدة يا درا دارت ورقة تاع تنازل. قالت لي لا، قالت لي تبقى معنا. قالت لي دوك الدراهم ما يتحسبوش باسكو عطاتهم لنا حنا لينا البنات. قلت لها بصح جاب لي ربي هذه مخالفة للمنطق. قالت لي لا، قالت لي عطاتنا هذاك المبلغ هذاك تقاسمناه بيناتنا نحن البنات. فحبيت نعرف رأي الشرع في الحالة هذه واش كاين. شيخنا نجاوبوه الآن. إيه معليش. نعم، كلام البنات غلط. أنا غلط، بمعنى أنه إذا كان تم الاتفاق بأنه نعطي لك حق لتتنازل في هذا الحق وراضية وراضيت، بالنسبة لنا هذا هو الشرع. أنا هذا هو الشرع. أي شيء يرتكب غير هذا فهو مخالفة شرعية. بارك الله فيك. وبالتالي إذا كان حبت هي حقها تمدوا البنات الله يسهل، لكن هو حقها. نعم. وهي حرة في التصرف فيه بما شاءت، إن شاءت أمسكته وإن شاءت أعطته الله يسهل، ولكن أعطت من حقها الذي أعطي لها. نعم. وبالتالي تصرفها غير صحيح. إيه تصرف غير صحيح سيدي الكريم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. جسمون حبيت كما يقولون نحط الأمور في النصاب. إيه نعم. لا كلامك صواب، وهذا هو كلامك واضح والعملية واضحة جدا.
جزاكم الله خير الجزاء. يبارك فيك سيدي الكريم السي عبد الرحمن. ان شاء الله هي ممكن الاشكاليه شيخنا في يعني المال هذاك عاود رجع للبنات. ما يهمناش شيخ. لا ما يهمناش. هي هذه هبه اعطتها. نعم. هبه اعطتها للبنات عاودت رجعت للبنات. ايه اعطتها للبنات. هي تقول الاخت هذه ماكش مزمه باش تعطي لهم. انا اعطيت لك حقك هنايا. ايه هي الان الاخت اخت عبد الرحمن تقول يعني ما دام المال هذاك رجع لينا تعاود ترجع. لا 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 الانسان اذا امسك المال اصبح ماله. نعم. وعلاش دات هذا المال؟ دات هذا المال مقابل باش تتنازل هنا وراضيت. الاشكال انتهى حل خلاص يعني خلاص انت حبيت تمد مالك مدو على روحك. نعم ولكن بارك الله فيك. ايه. الله يجزيك خير. كان اتصال محمد من غليزان شيخنا. محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا الشيخ كلكم لاباس. لاباس ربي يحفظك يطول في عمرك. الحمد لله. بس احكيكم على السود تاع الورد. عندك كاين جدي عنده ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ذكور وثلاثة وثلاث إناث. نعم الذكور زوج من الذكور كتبوا في العقد عندهم حق في العقد. نعم. واحد منهم ما عندوش حق ما هوش دايره في العقد. واحد وكاين ثلاث بنات ما هوش دايرهم في العقد. يعني الثلاثة ايوا كاين وحده ميته قدام امها. وحده منهم ميته قدام امها. نعم. ومن الذكور واحد ميت قدام امه. متوفي قبل ابيه قبل امه. علاش امه يا اخي؟ قلت لنا انت راك تكلم لنا على الجد. على الجد هي واش دخل يماه في الوسط؟ لا يعني السؤال راه في السودس. يعني السودس باش تجاوبوني على السودس. السودس كل عندهم حق في السودس. شيخنا مع الاخ محمد من غليزان. خويا محمد راك معنا؟ خويا محمد. نعم. شوف باش نربحوا الوقت خاطر البرنامج راهو يعني ما قعدش بزاف من الوقت من البرنامج. تواصل مع الزملاء خلي رقم التليفون نتاعك يوم الثلاثاء ان شاء الله نتصل بك ويكون الشيخ سعيد بويزري ويجاوبك ان شاء الله على المباشر باش يفهم منك افضل وافضل. ما تقطعش خليك مع الزملاء. ما كاش مشكل. طيب خليك مع الزملاء. زملائي تواصلوا مع الاخ محمد خذوا رقم التليفون تاعه باش يوم الثلاثاء ان شاء الله نتواصلوا معه باذنه تعالى. كان اتصال. طيب شكون معنا؟ طيب شيخنا الاخ كمال من العاصمه يقول أنا بين نارين. يعني الأم والزوجة. الأم تقول الزوجة نتاعك راهي شتمتني والأخرى حلفت بالقرآن والآن راني في حيرة من الأمر حبيت نخرج من هذه الدار. الأم قالت لي دعوة الشر وكانت تخرج وأنا حاب نحافظ على البيت الزوجية لأنه عندي يعني سابقة من هذا المشكل تاع الطلاق. أنا راني في مشكلة تقول لك وجهوني ونصحوني نصحوا الزوجة نصحوا الأم ونصحوني أنا لكي يطيب خاطر الجميع. بارك الله فيك يا حليل. يعني مش سهل الآن. غضب الأم ليس بالأمر الهين والبسيط الأخ كمال وكل مشاهدين. غضب الأم إذا قدرنا نردوها الله يبارك باش ما تتدخلش في حياتك الزوجية هذا الأولى. لكن إذا أصرت ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ابن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي أفأطلقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الوالدة طبعا كيقول الوالد معه الوالدة الأم أيضا إن الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظه أو أضعه. كلام عظيم. قال له تحب تضيع هذا الباب ولا تحب تحافظ عليه كيما تحب. واضحة الجواب واضح جدا. احنا فنقول لك احذر من غضب الأم وحدة. اثنين إذا استطعت أن تجمع بين أمك وبين زوجك هذا الذي ندعوك إليه
سيما إذا كان الزوجة كانت مظلومة. طبعا مرات ما تعرفش، الزوجة تحلف لك والأم تحلف لك، وراه اللي معها الحق، تتلف لك حقيقة، تتلف لك في مثل هذه الحالة. فليس من السهل أن أعطيك جوابا فاصلا ينهي الموضوع. قدر أنا أعطيت لك إشارات، باش نظلم الزوجة بلا برهان وبلا دليل ما يصلحش، باش نضيع والدا تاعي أيضا ما يصلحش، وتولي كيما ذاك اللي يلعب في السيرك على حبلين، خايف يطيح من خايف من، عارف بلي الأمر ماهوش سهل، أمر صعب جدا. ربي يوفقك أخي كمال وربي قطرك. الله يحسن العون إن شاء الله، وإن شاء الله تتصلح الأمور وترجع أحسن وأفضل مما كانت عليه. ليندا من العاصمة، السلام عليكم. نعم، ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا. يعطيكم الصحة على الحصة هذه. يبارك فيك، طول في عمرك. نعمل منها. آمين يا رب. حبيت بك، عندي سؤال ما نعطلكمش، عندي سؤال، عندي زوج سؤال. سؤال واحد، عندي دين، عندي الدين. نعم. حسب 7 سنوات. دين صيام شهر رمضان، لا تاع رمضان، نعم. 10 ايام بيفتح التهاون، ونقول نصوم نصوم وما نصومش التهاون، نعم، والنذر دان، والنذر تنذري، اي حتى النذر دان، عندي النذر نذرتي، اي فوالا نذرت اني في 10 سنوات. نذرتي شحال تصومي؟ قلت عندي 6 ايام. 6 ايام وهذاك واش تمنيتي يتحقق؟ 12 يوم ولا 10 جوغ، 10 ايام. نعم، واش 10 ايام؟ نعم، ما صمتوش في رمضان دين. ونرجع نقول نصوم 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 بصح التهاون. نعم. التهاون، وحبيت نسقسيك، وانا باغي نختم المصحف. وشنو مدة كي تجيني السجدة نسجد ونصلي 2 ركعات باش الوليد نكمل نقرا. كيفاش عند السجدة؟ تزيدي سجود التلاوة وتزيدي 2 ركعات. ونصلي 2 ركعات تاع السجدة ونويتي تكمل نكمل. برك ما كاش صلاة في السجدة تاع التلاوة، كاين سجود برك. ايه بر انا يا هذا هو حبيت نقول، حبيت ولا جايز ولا خاطر كل ما تجيني السجدة كي نصلي على السجدة، نركع السجدة نصلي عليها 2 ركعات تاع السجدة. يعني تنوض تصلي 2 ركعات. ربي يتقبل ان شاء الله ويزيد يوضح لك الشيخ. ان شاء الله وربي ينوركم ان شاء الله. امين، بنوركم ان شاء الله، يطول في عمرك. ادعي لنا معك سيده ليندا. على خير، مع السلامه. صح. مع السلامه، في حفظ الله. كان اتصال زملائي. خلاص الوقت، خلاص الوقت شيخ، نجاوبوا هذا يكفينا. واش باقي؟ يزيد واحد اذا كان زيد واحد. طيب نشوف، نجاوبوا على هذا ونشوف. شيخنا سيده ليندا من العاصمه تسال عن دين صيام، تقول لك عندي 10 ايام ونتهاون يعني منذ 7 سنوات. شكين شكون؟ خلاص هذاك جاوبناه، يا محمد. عبد الرحمن وابراهيم ايضا شيخنا يتوجه السؤال تاعو للشيخ سعيد. اي نعم. طيب ليندا من العاصمة تسأل عن دين الصيام، تقول منذ 7 سنوات وانا عندي دين صيام 10 ايام، وكل مرة كل سنة اتهاون، اليوم هذا الشهر نصوم، هذا اليوم نصوم، ف ما علاج هذا التهاون؟ لا، العلاج هو أن تعزم على الأمر إن شاء الله، وتعلم بأنه الإنسان في بين اللحظة والأخرى دايم الله، ربي يطول عمرنا في طاعته. آمين يا رب. وبالتالي سيدة ليندا استهدي بأي صورة من الصور، ما هو شرط تصومي الأيام كلها على ضربة واحدة، تقدر تصومي بالنهار واحد، وبالتالي ما تجيك سهلة، وعشر أيام ما هيش حاجة كبيرة، 10 ايام تفوت يعني عادي، تفوت عادي. معنى لو كان الانسان في السنه، لو كان يصوم نهار في الشهر فقط، راه قضى الدين تاعو. ولذلك اعزمي وتوكلي على الله وابداي صومك سيده ليندا، وابداوا الايامات قصار شيخنا. اي خاصه الايام الجايه قصيره. نعم، يعني يطلع الفجر والمغرب يهبط، بالتالي راح يكون موالم شويه، البروده بدات كي تنكسر. صومي الايام تاعك. عندها فديه شيخ ولا لا؟ من تأخر فعليه فدية في القضاء. نعم، بارك الله فيك. اللي تأخر تهاون في قضاء الصوم
دون أن يكون له سبب عذر شرعي فعليه فدية، والفدية مقدار مد، والمد هو واحد على أربعة، يعني من صاع، صاع مقسوم على أربعة، الصاع هو أربعة أمداد اللي هو يساوي زكاة الفطر، فالمد هو زكاة الفطر مقسومة على أربعة. إذا كان زوج كيلو ورطل تولي عنده واحد ستمية غرام على اليوم الواحد، أو ما يقابلها من القيمة زكاة الفطر مقسومة على أربعة، 15,000 مقسومة على أربعة يعني تساوي 3,000 وشوية. أيضا نذرت أن تصوم الستة أيام وما صامتهمش إلى يومنا هذا، لابد أن تصومها. شيخنا تقدر تشرك يعني القضاء؟ لا لا لا، كل واحد هذا قضاء واحد وهذاك النذر. آه طبعا، يعني عند النذر عبادة وحدها، والقضاء الصوم عبادة وحدها، ولا يصح الجمع بينهما. وتصوم صيام العشر أيام والستة، وصيام النذر أيضا لابد أن تفي به، ما عندهاش خيار آخر، لابد أن تفي به ما دامت قادرة على الوفاء به، بمعنى أنه ما دامت قادرة على الصوم فلا بد أن تصوم، ما يجزيش حاجة واحدة أخرى، إلا إذا كان الإنسان وصل إلى مرحلة عجز عن الصيام لعلة من العلل ينتقل إلى كفارة اليمين. ولكن أنت راكي قادرة على الصيام سيدة ليندا، فأسرعي، عندك عشرة أيام تاع القضاء والصيام. نذرة تصوم ست أيام، نذرة تصوم ست أيام، إذا تصوم ست أيام، لابد تصوم ست أيام، يعني عندها 16 يوم. نعم، ربي يقدرك إن شاء الله وربي يتقبل. ربي يوفقك سيدة ليندا إن شاء الله، ربي يوفق الجميع إن شاء الله. تقول أقرأ وأختم القرآن وعند موضع سجود التلاوة شيخنا تقول عندي سنة حميدة، يعني أنا نعمل بها، تنوض تصلي ركعتين، فقل هل هذا العمل صحيح؟ لا، العبادة ينبغي أن تكون توقيفية على الصورة التي وردت لنا من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب تقول لي أنت وراه المانع من أن أصلي ركعتين بعد السجدة، أقول لك مكاش مانع، ولكن علاش تديرها أنت يا؟ تقول لي ركعتين فيها خير، نسألك سؤال، وهذا الخير هذا أنت اهتديت إليه ولم يهتدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع أن نقول هذا الكلام. نعم. مفاده هو هذا، ولذلك الخير في الاتباع، الخير في الاتباع. شكون عبد الله سعيد بن المسيب شاف واحد يصلي صلاة في غير وقتها المخصص ونهاه، ثم أغلظ له في القول وكذا، قال يحاسبني الله على صلاة أصليها؟ أي يحاسبني الله على صلاة أصليها؟ قال لا، يحاسبك على المخالفة، مش على الصلاة، على المخالفة. ولذلك سنة التلاوة أن يسجد الإنسان عند وصوله إلى آية السجدة، أن يسجد سجدة واحدة يقول فيها سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. كلاهما أو أحد الدعائين، الدعائين لزهما دعائين موش واحد، دعائين إذا قال الأول للصحيح وإذا قال الثاني الصحيح، وإذا جمع بينهما إذا لا حرج. ويلزم شيخنا المرأة أن تكون بحجابها؟ نعم، تلبس الحجاب في الصلاة. في مذهب الإمام مالك السجود التلاوة كأنه جزء من الصلاة، يشرع له ما يشرع للصلاة، بمعنى الوضوء والتكبير واستقبال القبلة وستر العورة وما إلى ذلك، هذا في مذهب الإمام مالك. مذاهب أخرى تجيز، تعتبر أن السجود كالتكبير، ليس لا يشترط له ما يشترط للصلاة، فيصح أن يكون بغير شروط الصلاة. أقول إذا كانت قادرة على أن تستر نفسها وتكون بنفس الشروط، هذا هو المختار خروج من الخلاف. وإذا تعذر وخذينا رأي آخر وتيسر لها فإن شاء الله لا حرج.
بارك الله فيك، شكرا على ما تفضلتم في الإجابة على أسئلة المتصلين والمشاهدين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إبراهيم والأخ محمد سنجيبكم إن شاء الله يوم الثلاثاء في حصة الشيخ سعيد بويسري. مع السلامة في حفظ الله.